أتعلمون أيها المتأملون في حياة سعيدة، أيها المتفائلون والمتفائلات، أحزاننا عند الله مخزونة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل آلامكم ستجدونها أحد أكبر أسباب دخول جنات النعيم، فتفاءلوا وابتسموا. وذاك الذي قال الشيطان له، قال الشيطان له: ليس للحياة طعم ولا رائحة ولا ذوق، أنهي حياتك، إياك أن تسترسل مع هذه الأحزان. وهذا الأسلوب من الانهيار في التفكير. غير أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، غيروا في نمط التفكير، فإن الله بنا رحيم. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. واعلم أن الله يسمع نداءك ولو كان النداء خفيا، يسمع أنينك ولو كان الأنين خفيا. إذا كان البشر لم يستمعوا لك، فرب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعلم السر وأخفى، هو السميع القريب. فوالله إن من أجمل أبواب الأمل أن تستشعر أن الله يسمع نداءك ويرى مكانك. فكم من متأمل أن ينهي حياته بيده، نقول له: إياك ونزيف الأفكار الجميلة من حياتك، لأن الشيطان اقترح عليك أنه لا يمكن يتعدل الكون، وأنك ستعيش في الأحزان ما حييت. قل: لا، إن الذي بيده مفاتيح كل شيء، ويعطي على الألم أملا، حي قيوم سميع بصير. اقترح، ابتسموا. فكما أن المعالج قال للمريضة: من يبتسم فإنه يحفل بالحياة ويفرح بالحياة. فإني أدعو الجميع إلى أن نبتسم، لأننا نحب الحياة التي توصلنا إلى من خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.